خلونا نروح دلوقتي نشوف فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. نبدأ من الانستغرام لأنها نشيطة عليه جدا، بيتابع ياسمين عبد العزيز 16 مليون و600 ألف متابع، وهي بتتابع حوالي 37 أكاونت بس، منهم نجوم من الوسط الفني زي الفنانة هند صبري، سوسن بدر، إيمان السيد وغيرهم من النجوم. طبعا احنا ملاحظين واكيد انتوا كمان ان ياسمين عبد العزيز الفترة دي نشيطة جدا على السوشيال ميديا بعد غياب طويل بسبب مرضها. تعالوا نشوف تفاصيل صور الانستغرام عند ياسمين عبد العزيز. لحد دلوقتي نشرت حوالي 860 صورة وفيديو، الصور كلها عبارة عن بوسترز لأعمالها ومشاهد لمسلسلاتها وأفلامها، وكمان فوتو ساشنز ليها، ونشرت أكتر من 50 صورة لفوتو ساشنز كلها بلوكس متنوعة ومتميزة. ولكن إحنا لاحظنا أنها بتحب جدا تتصور سيلفي سواء صورة أو فيديو، فلقينا أنها نشرت أكتر من 20 سيلفي ليها على الأكاونت. ياسمين عبد العزيز بتحب جدا تشارك جمهورها بكواليس أعمالها زي آخر إعلان صورته لواحد من شركات الاتصالات. من المعروف عن ياسمين عبد العزيز بعلاقتها الطيبة بنجوم الوسط الفني، خصوصا أصدقائها القريبين أحمد السقا، منى زكي وأحمد حلمي، فهي نشرت حوالي 20 صورة بتجمعها بيهم. طبعا أكبر عدد صور موجودة على أكاونت ياسمين عبد العزيز بتجمعها مع جوزها الفنان أحمد العوضي، فتقريبا نشرت أكتر من 50 صورة وفيديو ليهم في أماكن ومناسبات مختلفة، ودايما الفيديوز دي بتكون ترند. من الانستغرام نروح للفيسبوك، وبيتابع ياسمين عبد العزيز 18 مليون على الفيسبوك، وتقريبا معظم البوست على الاكونت كلها كوميكس وحاجات كوميديه من اعمالها. كده نكون خلصنا فقره السوشيال لاب.